جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الدول في العالم وفي بعض قراها وهجرها أيضا لم يعلموا شيئا عن الإسلام، ولم يعرفوه حق المعرفة، ولم يسمعوا عنه كما ينبغي. ما حكم من مات منهم على غير ملة الإسلام؟ إذا كان هذا الإنسان لم يسمع عن الإسلام شيئا أبدا، منقطع عن العالم، لم يبلغه شيء، هذا يعتبر من أهل الفترة، يعتبر من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. أهل الفترة اختلف العلماء فيهم. أصح الأقوال والله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يدعون إلى الله يوم القيامة، فمن استجاب ممن دخل الجنة ومن أبى دخل النار. ولكن كل هذا الإنسان أو هؤلاء الناس منقطعون لم يبلغهم شيء، هذا من أندر النادر، لا سيما في هذا الزمان الذي تطورت فيه وسائل الاتصال ووسائل النشر ووسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب عبر الأجواء عبر الأثير. ولله الحكمة في ذلك لتقوم الحجة على العباد. لا يعتبر أحد ويقول أنا لم أسمع شيئا. الغالب على العالم أنهم يبلغهم الآن صوت الإسلام في كل مكان.